هي منسق الائتلاف مصر في الجامعه. استاذ محمود اتفضل. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير، اهلا بيك، اتفضل. صباح الخير على الضيوف الافاضل، بيحيوك جميعا. اتفضل. دكتور سمير صبري صديقنا، الله يبارك فيك، واستاذي. بس في الاول الاستاذ محمد تحياتي ليه، محامي، قال انه كان في قعده قبل كده وكلنا اتفقنا برفض الموضوع ده. الكلام ده ما حصلش لان انا كنت موجود وكنت قاعد جنبه. واخد بال حضرتك يا استاذ وائل؟ الاختلاف انا دايما في موضوع كلمه المبدعين. انت ليه حضراتكم بتختزلوا كلمه المبدعين؟ انت بتقلق اول ما بتسمع مبدعين وابداع وبتاع يا استاذ محمد، تتحسس مسدسك على طول. الدكتور سمير قال المعنى اللي مكتوب في المراجع ورسائل الدكتوراه بكلمه الابداع، ما يخرجش عن البيئه المجتمعيه اللي عايش فيها الناس. مش عايزين ندخل المسائل المكاسب الماديه والارباح الماديه عشان زي ما بيقولوا الجمهور عايز كده ونقول المبدعين. لا، ما فيش حاجه اسمها مبدعين خارج نطاق البيئه الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها. زي ما تفضل الدكتور وقال ان في رمضان بالذات يعرض هذا الكلام. وبعدين انا شايف ان في علو على الدوله من بعض الناس اللي بتخش دخلت واتكلمت سواء في الحلقه دي او الحلقه اللي فاتت او مع حضرتك لوحدك، علو على الدوله. اذا كان بقى الفن والتمثيل بالذات هيبقى في علو على الدوله، يبقى ما فيش دوله. لا لا، يعني ايه علو على الدوله؟ هو اصلا هو عايز يقول تعالي، تعالي. بس مش عارف. تعالي 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 اقصد تعالي، صح كده، تعالي على الدوله. مش مشكله، ما سارتر قال مهمه المثقف ازعاج السلطات، مش كده، مش الخضوع للسلطات. يعني هي مهمته ان يزعج السلطه. يعني المره اللي فاتت يا استاذ وائل دخل الاستاذ محمد صبحي وقال كلام هايل. يعني ما هو واحد من الفنانين ويبقى مبدع برضه، ولا عشان يتكلم كلام مظبوط يخرج من الابداع؟ هو ما خلاص بنتعرف الابداع دلوقتي. الابداع كل ما هو يخرج عن المألوف وعن الطبيعي وعن العادات والتقاليد. في كتالوج للابداع يا استاذ محمود؟ في تعريف للابداع. عندك كتالوج؟ في تعريف يا استاذ للابداع، في تعريف في المراجع والدكتوره تصحح لي، موجود على اي حد يخش يقرا ويشوف. في تعريف للابداع ان هو ما يخرجش في الاخر، يعني ابتكر زي ما انت عايز وابدع زي ما انت عايز في حدود البيئه الاجتماعيه اللي انت عايش فيها. احنا مش بيئتنا مش بيئه عري، مش بيئه مخدرات، مش بيئه بلطجه. وانا كلمت حضرتك من كام يوم قلت لحضرتك انا شفت فيلم على قناه فضائيه، انا قلت مصريه، لا هي مش مصريه، فضائيه عربيه بتهيألي بس بتذاع من مدينه الانتاج، اسمه احكي يا شهرزاد، عايز مصر كلها تتفرج عليه. واذا كان هذا الكلام يجوز، ده فيلم رائع، ده الاستاذ وحيد حامد. يعني الاستاذ وحيد حامد ده على راسي من فوق، بس يعني لما تشوف الفيلم بقى. لا انت شفته باي عين عشان تقول عليه اباحي؟ انا شفته باي عين؟ شفت مناظر ضعاء. انا مش من هواة الافلام. انا بقى ازاي بس يا استاذ محمد؟ انت مركز مع المناظر، شوف الاستاذ بتشوفها، مجاز العيب في العين اللي بتشوفها. لا ده صريح يا استاذ وائل، ده صريح يا بيه. ما في عين ممكن تشوف المشهد ده انا فج، وفي عين تشوفه بمدلولات. شوفه بحياديه يا استاذ وائل، شوفه بحياديه وهتشوف اللي انا بقول لك عليه. ده بيئتنا ولا ديننا سواء مسلمين او مسيحيين يقبل هذا الكلام. اشكرك يا استاذ وائل. اشكرك استاذ وائل.